أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أكدت قوات سوريا الديمقراطية أنها تحتاج لأسبوع لإعلان القضاء على بقايا تنظيم الدولة المتحصنين في بلدة الباغوز بريف دير الزور، متوقعة اندلاع معركة شرسة. وجاء ذلك في شيء معاكس لما أعلنه الرئيس ترامب الذي تحدث عن سيطرة كاملة على مناطق تنظيم الدولة. المزيد في هذا التقرير. في علم السياسة ومدخلاتها وتداخلاتها لن تكون الحقيقة في أدق تفاصيلها، وسيختبئ جزء كبير منها وراء الكواليس أو تحت الطاولات. وعليه فإن الحقيقة ستكون معلقة على التباين والتضارب والتناقض، فيغيب الانسجام والتلاؤم والتناسب عن سياق التصريحات. ففي الوقت الذي تعلن فيه قوات سوريا الديمقراطية عن أنها تحتاج لأسبوع كي تعلن القضاء على تنظيم الدولة بشكل نهائي، سيخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كي يعلن عن إحكام قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها والقضاء على التنظيم بنسبة 100%. يبدو المشهد مرتجلا لا يستند لتنسيق حقيقي بين واشنطن والفصائل التي تدعمها. لقد أحكمنا السيطرة على مناطق تنظيم الدولة. سمعتم دائما عن سيطرة بمعدل 90 و92% من الأراضي التي احتلتها داعش. في سوريا الآن نسيطر على 100% من تلك الأراضي. وما لم يعلنه ترامب في هذه الأراضي أن منطقة الباغوز في دير الزور شهدت غارات لطائرات التحالف بعد نحو أسبوعين من هدنة لم يعلن عنها بين تنظيم الدولة وقصد، ما يفتح باب التساؤل نحو إعلانه عن القضاء على التنظيم في هذا التوقيت، وهو توقيت يؤكد عدم علم قوات قصد بما سيقوله ترامب، وهو توقيت ربما اختاره ترامب للعمل بسياسة الهروب إلى الأمام بعد الأزمات الداخلية التي حلت به والتي تلاحقه نتيجة الملفات المتتالية المرفوعة بحقه، فأراد الاستقواء بملفات خارجية لعلها لم تشارف على النهاية بعد. وفي نهاية المطاف ما زالت قوات قصد منفكة تقول إنها أمام معركة شرسة مع بقايا تنظيم الدولة. وفي المحصلة سيبرز سؤال بداهي: تصريح ترامب أم تصريح قصد؟ أي تصريحين يمثل الحقيقة؟ وفي المقابل متى ستعلن قوات قصد القضاء على التنظيم بشكل نهائي؟ وما بين التصريحين يبقى الحسم في غياهب دوائر صنع القرارات السرية. لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا معنا منذ بداية سوريا اليوم الكاتب والصحفي سعد الشارع عبر الأقمار الصناعية من غازي عنتاب، وينضم إلينا من القامشلي عبر سكايب نور الدين عمر الكاتب المتخصص بشأن الكردي. أرحب بكما وأبدأ معك سيد عمر. لماذا استبق دونالد ترامب بتقديرك يعني المجريات التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية على الأرض وإعلانهم لانتهاء تنظيم الدولة، وقام هو بالإعلان في حين أن التحالف لا زال يقصف المعركة، يعني لم تحسم بعد، أو يعني لا زال هناك وجود للتنظيم على الأرض؟ طبعا التنظيم لم ينتهي عمليا. إذا كلام ترامب انتهاء التنظيم محاصر في ضيعة صغيرة، محاصرة من كافة الجهات، ربما أراد أن يقول هو بحكم المنتهي، لكن داعش لم ينتهي حقيقة. توجد معارك بدأت هذه الليلة منذ الساعة السادسة، بدأت قصد بالهجوم على آخر معقل لتنظيم داعش في باغوز، ويبدو أن المعركة ستكون قوية وربما تستمر عدة أيام، لأن المتواجدين في باغوز اليوم كلهم من المهاجرين والأجانب. يعني سيد عمر، هل تم إخراج المدنيين بالكامل؟ يعني وكانت يعني قوات سوريا الديمقراطية يعني تبدو أنها حتى متفاجئة بأعداد المدنيين التي كانت موجودة هناك والتي تم إخراجها تباعا، لكن هل انتهى هذا الوجود الآن؟ نعم، اليوم تم إخراج 140 شخص بالتحديد، منهم 125 من النساء والأطفال و15 رجلا، هذا العدد المتبقي لم يخرج أعداهم هذا اليوم، ولذلك قررت قوات سوريا الديمقراطية البدء بالهجوم، لأن ربما هناك بعض المدنيين يمنعهم داعش من الخروج،
أو ربما هناك من لا يريد الخروج من عوائل المقاتلي داعش موجودين بباغوز، لكن عملية إخراج المدنيين انتهت اليوم بإخراج ما تبقى اليوم هذا الصباح. نعم سيد سعد، يعني كما يتحدث السيد عمر يبدو أن المعركة النهائية والتي كانت قوات سوريا الديمقراطية تتوقع أنها قد تكون شرسة قد بدأت بالفعل، ما الذي تتوقعه بخصوص هذه المعركة؟ يعني كم يوما من الممكن أن تستمر، ويعني ما مدى الشراسة التي من الممكن أن تكون عليها بالفعل لو كانوا من تبقوا هم فقط مقاتلين؟ دائما في المعارك الأخيرة التي تخوضها الجماعات الجهادية تكون هذه المعارك شرسة بشكل كبير، كون أن القرار النهائي يبدو لما تبقى من هؤلاء المقاتلين يبدو أنه هو قرار الحرب والمقاتلة حتى النهاية، رغم أنني أميل إلى أن هناك ربما تكون خلال الساعات القادمة تفاهمات لإخراج ما تبقى من هؤلاء من مقاتلين تنظيم داعش ورميهم ربما على الحدود السورية العراقية، لكن هو منذ بدء الحملة الأخيرة التي شنتها قوات سوريا الديمقراطية على الجيب الأخير الذي سيطر عليه تنظيم داعش كانت هناك عدة عروض مقدمة لهذا التنظيم للخروج من هذه المنطقة، لكن الإشكالية وقعت هو في إلى أي جهة يمكن نقلهم. بين المعارك التي حصلت في محافظة الرقة وفي شمال محافظة دير الزور كان يتم تجميع التنظيم في الضفة الشرقية من نهر الفرات في المنطقة المقابلة لحقلي العمر والتنك، الآن هذه المنطقة تقريبا خليت بشكل كامل من التنظيم، كان هناك عدة طلبات من التنظيم أن يتم نقلهم إلى البادية السورية، هذه البادية التي تعد الباحة الخلفية لجميع المحافظات السورية، لكن الإشكالية أن هذا الموضوع يحتاج إلى تفاهمات مع الجانب الروسي تحديدا الذي يسيطر على الضفة الغربية من نهر الفرات، وأعتقد أن موسكو وقتها لم تعطي أي موافقة لقسد أو حتى لواشنطن لنقل هؤلاء ما تبقى من التنظيم. أعتقد أن خلال الساعات القادمة سوف نشهد معارك شرسة في هذا الجيب الأخير، كون الآن القرار النهائي لهؤلاء العناصر هو القتال ربما حتى الموت، وأعتقد أن بعد هذه الساعات إن لم يكن هناك حسم عسكري بشكل كامل ربما تهدأ لساعات ريثما يتم التوصل لاتفاق معين لإخراج هؤلاء، أعتقد أن الحدود العراقية ربما تكون ملجأ إليهم في هذه المعارك. سيد عمر، هل من الممكن كما تحدث السيد سعد أن يكون هناك توصل لاتفاق معين؟ لا سيما أن هناك حديث بالأمس عن أن هذه المنطقة فيها بعض عناصر المخابرات الأجنبية التي كانت تعمل ضمن صفوف التنظيم، هل هناك مصلحة لدى التحالف مثلا بالتخلص من هؤلاء، أم على العكس هم يريدون معلومات قد يكون هؤلاء الأشخاص مخزنا لها؟ أراد عناصر داعش التوجه إلى إدلب وليس إلى أي منطقة أخرى، من غير الممكن إرسالهم إلى العراق أو إلى البادية لوجود قوات النظام بالبادية ولوجود قوات العراقية التي تمنع ذلك. طلبوا التوجه إلى إدلب لكن قوات سوريا الديمقراطية والتحالف رفضوا ذلك، رفضوا أي تفاهم مع عناصر داعش وطلبوا منهم الاستسلام، ليس هناك أي تفاهمات حتى الآن بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش ما عدا الاستسلام، ليس لديهم أي خيار آخر أما القتال أو الاستسلام، وليس هناك أي تفاهمات أخرى حتى الآن، الوضع هكذا. وكل ما يقال هناك تفاهمات أن يتم إرسالهم إلى العراق أو إلى البادية أو إلى منطقة أخرى، ليس هناك شيء من هذا القبيل، ليس أمامهم إلا الاستسلام أو وقد بدأت المعركة لأنهم لم يستسلموا، ترك لهم مجال. أيضا يعني من الأحاديث التي أثيرت أن هناك تسريب من المخيمات أو المعتقلات التي ينقل إليها المقاتلون، ومن قبل يعني بعض عناصر قوات سوريا الديمقراطية تسريب لهؤلاء العناصر سواء عن طريق الرشوة أو بأي طريق آخر، إلى أين يذهب هؤلاء المتسربين؟ بأي اتجاه يذهبون؟ هل هذا باتجاه تركيا أم باتجاه إدلب أم حتى باتجاه العراق؟ نعم هناك حالات من هذا النوع لكن هناك مبالغة فيها، ليس هناك معلومات دقيقة عن عدد المتسربين أو العدد التي تم تهريبهم إلى تركيا أو إلى إدلب أو إلى مناطق أخرى، لكن توجد هكذا حالات، لا نقول لا توجد، لكن هناك مبالغة فيها وقوات سوريا الديمقراطية تتحقق من هكذا حالات وتحاسب
وأنا عندي معلومات هناك أشخاص يتم التحقق معهم حول هذه المسائل، ولكن ليس بهذه الدرجة التي تصورها البعض كأنها بالمئات أو بالآلاف، ليس إلى هذا الحد. لكن توجد بعض الحالات، نحن مجتمع عانينا من نظام متسلط فيها رشاوي، فيها لصوصية، فيها الناس تبيع ضمائرهم مقابل الأموال والنقود. ضعف النفوس هناك موجودة بقسد وموجودة بغير قسد وبكل مكان، لكن قوات سوريا الديمقراطية وقيادتها تقف على هذه المسائل ولم تسمح بهكذا حالات. طيب. ويتم التحقق معها هكذا عناصر. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب المتخصص بشأن الكردية سيد نور الدين عمر، كنت معنا عبر سكايب من القامشلي، والشكر موصول لك أيضا عبر الأقمار الصناعية من غازي عنتاب سعد الشارع الكاتب والصحفي، كنت ضيفي من بداية سوريا اليوم. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية سوريا اليوم لهذه الليلة، المزيد من التفاصيل على موقع تلفزيون سوريا، إلى اللقاء.